دلة ناجية من وجدة. السلام عليكم. صباح الخير في بادي عليك. صحتي لاباس؟ عليك بخير الحمد لله. لا لا خدك مرحبا. انا نعطيك حبيبه ديالي ربي يخليك. انا نعطيك اما بغيتي الحلوه مايزينه او رايب اللي بغيتي. ناخذ الحلوه. واخا انا فيها 3 صفار بيض. عندنا 300 غرام نشا. 300 غرام ديال النشا. 125 غرام زبده. 125 غرام زبده. عندنا نص كاس سنيده. نص كاس سنيده. عندنا نص كيس خماره حمراء. نص كيس خماره حمراء. عندنا رشه تاع الملح. ملح وفاني. فاني هذا هما المقادير. إيه. نمشيو للطريقه. ناخذ واحد الاناء نديرو فيه البيض نخدموه مع السكر والفاني مزيان. نزيدو رشه تاع المليحه. ونزيدو الزبده. الزبده تكون درجه المطبخ يعني. إيه. درجه حراره المطبخ. إيه. وكنخدموها مزيان حتى كتولي بحال البوماط. وكنبقاو نزيدو نشاب شويه بشويه. وفي الاخر كنضيفو نص كاس خماره. نص كاس خماره عفوا. نص نعم. من بعد كنشكلو كويرات. وكنزيدو واحد اللاطه. وندخلو الفران. هادو ما نخليهمش يطيبو مزيان. يعني ما يتحمرش بحال الحلوى الاخرى. تخرج شويه صفران بيضه. كنخليوها تبرد مزيان ونغطيها في الشكلاط. الشكلاط الاسود. من بعد عاود كنديروا الشكلاط كندوبوا الشكلاط الابيض كنديروا في بلاستيك. وكنديروا فوق الشكلاط الاسود على شكل خطوط. وكتجي هشيشه وكتدوب فيها غير النشا. زوينه وفيها النشا. صحيح. ناخذ